أما الخطوة والأهم والأساسية لأي عجين إنه نخليها ترتاح. عادة لازم نكون مغطينا بالنايلون لحتى تكون مرتاحة بشكل كامل. ودائما العجين شوفوا لما بنكبس عليها إذا بنتأكد إنها هي زبطت معانا أو لا، لما بنضغط عليها لازم ترجع ترتفع. يعني إذا ضغطت على العجينة وضلت مكبوسة جوا معناتها لسه بدها وقت لترتاح، أما لما بنضغط عليها وبترجع شوي شوي بتطلع لفوق يعني هي ارتاحت ودخل بقلبها الهواء.